انت ضد انه المرأة تشارك الرجال بتكاليف العرس؟ لا لا هذا جاوبني. انا ضد ولا مع؟ حجاوبك. هذا من الامر اللي اسمه الاصلاح في المجتمعات. قديما كان يفرض الرجل يفرض على الرجل ان يلتزم هو بكل ادوات العرس من اوله الى اخره. احنا عملنا اصلاح في مجتمعنا وان فتحنا الباب انه لا لتسهيل الزواج لتقليل من العنوسة يعني حصل يعني حصل تصليح في العادات التقليدية. هذا تصليح ايجابي. ما هو انا المرأة ما هو انا المرأة تصلح في اي حاجة تانية. انت رفضت مش اي حاجة تانية مش ما تقدرش تصلح في اي حاجة تانية. يعني ايه ما انت صلحت مرة اللي يمنعك. لاجل تسريع الزواج ولاجل تخفيف العبء على الرجال نستطيع ان تشارك المرأة زوجها. بعدين ما عنديش اقوله انتم بتكون تقولوا. سمعت يوسف انك انتم لتقليل من العنوسة ليك هالكلمة لتقليل من العنوسة. هذا امر طبيعي. هذا مجتمع هذه دراسات هذه دراسات تمتهنها الدول سنويا لتحسب نسبة العنوسة في بلادها. هي دراساتها مش ثقافات او مجتمع. اول شيء كلمة عنوسة بحد ذاتها انا شخصيا بتحفظ عليها. ايش معناها عنوسة؟ فاتكم القطار. فاتنا القطار. حتى انت فاتك القطار. شو يعني فاتك القطار؟ شو يعني قطار؟ قطار ايه؟ انت من تقود القطار يا بني ادم؟ قطار ايه؟ انت من تقود القطار يا لطيف.